منذ قرب استقلال المغرب يعتبر التعليم أو المنظومة التعليمية هي الحجر الأساسي. في البداية أشكر حزب الأسرى المعاصرة الذي نظم هذه الندوة، وهي تكافؤ الفرص أحد المرتكزات الأساسية في المنظومة التعليمية بإقليم الرحامنة، وكان لي الشرف أن أمثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتدخل بسطت فيه إشكالية التعليم عبر أي منذ استقلال المغرب إلى يومنا هذا، والتي لا زالت الإشكاليات مطروحة بالأساس رغم المجهودات التي تبذل ورغم الإصلاحات تلو الإصلاحات والتجارب تلو التجارب من أجل إصلاح المدرسة العمومية ومنظومتها التعليمية، لا زالت هناك نواقص ولا زالت هناك مشاكل تعترض مسيرة أي مسيرة التعليم في كل تجلياتها. والجميل في الأمر هو أن النقاش من طرف الجميع، من طرف أحزاب مشاركة، حزب الاستقلال، عدالة والتنمية، اتحاد اشتراكي للقوات الشعبية، نقابات، مجتمع مدني، الذي ركز بالأساس على منظومة التعليم باعتبارها هي القاطرة للتنمية بفضل تكوين العنصر البشري. ونحن في إقليم الرحامنة رغم قلت المجهودات التي بذلت أننا لازلنا نناضل ونناقش مع الفرقاء السياسيين والفرقاء النقابيين من أجل بسط مشاكل أخرى لإيجاد الحلول لها، لا على مستوى الصحة ولا على مستوى التشغيل ولا على مستوى البنى التحتية وأداء الإدارات بصفة عامة العمومية بواجبها على الطريقة التي نحتاج.